call me a god. You call me a god. What you did, it was an impossible task for me. I wanted to return to see the Sultana crown, not laid in her tomb. بس عشان يكون عندي كونتنت اليوم بنبدأ من هنا لفيديو اليوتيوب. فإذا كنتم متابعين أتمنى أنكم تضغطوا المتابعة وتضغطوا اللايك وتفعلوا جرس التنبيهات وتتفاعلوا في القناة مع باقي القراصنة, تتعرفوا مع باقي المتابعين وتلعبوا مع بعض, أن يكون عندكم أصدقاء في اللعبة, لأنه دائما يدخلكم في سيرفر أجنبي فتقدروا تستفيدوا من هذا الشيء. أو حتى إذا كان في اقتراحات نقدر نفتح ديسكورد نوبة جيمر ونرسلكم دعوات لهذا الديسكورد. فإذا كنتوا تستخدموا الديسكورد وتريدوا يعني تتواصلوا في الديسكورد عشان ندخل مع بعض نلعب في لعبة القراصنة, لعبة سكالان بونز, فخبروني في الكومنتس. She dreamed she had no title, no name to uphold. She wished she had the freedom to be honest. No more lying, Captain. No more of feeling sorry for what we should or could have done. Now, there's only cannons. هذه نهاية ميشن ولا بداية ميشن؟ 1250 يا أخي, الأخيرة كانت 1500 بس ليفلها 9 فبتكون شوية صعبة. الأفضل إن أخذ سفينة أقوى. When I was in the palace, the merchants were happy, but the DMC sent their most zealous dog, Vankinko. That Dutchman pinches every penny and taxes every Bohonian. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, شكرا على المتابعة. A26 QKSA مرحبا بك في القناة, أتمنى أنك من متابعين في اليوتيوب بعد. توقع أنها أفضل على الراحات. Not long ago, Vankinko was one of you, but a pardon from the Crown of Holland was all it took to obliterate his past. Return my weapons. Let my. طبعا أخوي A26QKSA الحين تقريبا عدنا على نهاية البث. إن شاء الله بعد أخلص هذا المشن واحدة وننهي البث, بادين قبل ساعة ونص بشكل يومي نفس التوقيت نكون أونلاين. اللي هي الأيام الأسبوع فقط, يعني من السبت لحد الأربعاء. الخميس والجمعة تكون بريك. قلت إني أغير السفينة وأرجع سفينتي. نقل كل الشحنة للسفينة القديمة بالطبع ونرجع نشوف إدارة السفينة. الأسلحة نحط لنا في الأمام النار أو أحط الرمح المرقام. بعدين النار ما عجبتني صراحة كثير فنحط المرقام على الجانب الأيسر. أحط هذا كيف أرجي فيها؟ مونس ميج. هل عندي انا 2 مونس ميج؟ لا عندي 1 مونس ميج. عندي المنجنيق ثلاثي. عندي منجنيق الاحراق ثلاثة. فنستخدم هذا هو اوريدي اللي مستخدم في الخلف. توربيد. في الخلف توربيد نعم. وفي ال هنا الهاون صواريخ ما عجبتني كثير معنها. لا
استخدم صواريخ. ويت، ليش ما وصلت للليفل؟ عشان الدرع وعشان الاثاث، فناخذ الدرع الاقوى. ووصلنا ليفل كم الحين؟ ليفل 10، ونحط الاثاث. اوكي، نستخدم الراقمه والمنجنيق، فهنشوف لزياده مضاعفه الضرر الاولي من مدفع الهاون. حلو، نستخدمه لزياده لا اوكي لزياده ضرر الناقم من الاسلحه البديله بمقدار 10 بعد. حلو، نستخدمه واستخدم اللي تزيدني الهيلث. طبعا دائما بستخدمها. نعم، واخر شيء نشوف وش هذا. تقول لك زياده ضرر مقدار 15 من هجوم الطاقم، ما هو قد هجم، تقليل ضرر المتلقى في حاله الرسيان او الرسو، ما اعرف الكلمه، لزياده مقدار الاصلاح من اصلاح الاسلحه لا، زياده السعه لا، زيادة تسارع إلى 300 عند التفعيل لا، زيادة نطاق منطقة تأثير من منجنيق، هذا حلوة. كالفريم ما أستخدمه. هذه ولا هذه؟ توقع هذا بستخدم. او لا، المنجنيق، المنجنيق. حلو كذا نكون جهزنا السفينة. وش كان اسمها؟ دراكاريس، على من Game of Thrones. نشوف لل وين تريدوني اوصل اقرب مكان. هذا مدينة الموتى، هل فيها كنز او شيء؟ وصلنا لحد العشر ساعة، يعني تسعة، حد الساعة ورأس الساعة، فالمفروض اني اخلص البث الحين. فنشوف حوريات البحر الجائعة، ما هذا بولد عندي اوريدي. نشوف البيع، ما في حاجة. شراب الشديد يريد يشتري بقيمة. سيئة او صغيرة. نطلق في البحر. وعسى ان تكون المهمة هذه مهمة ايزي. رجعنا لسفينتنا اللي خليناها تقريبا يومين. Selling Rama her own weapons like selling a tiger its teeth. One thing's for sure, he knows just how to hurt Rama. Sees her weapons and he weakens the unbound. اوكي، بغيت اشيك هل تكلمني تتكلم ولا بس مخلعين كذا بطات. بس يبدو انها تتكلم. Those are DMC warships. Use your spyglass to find the shipment of weapons, Captain. بيهجموني ولا يخلوني اتمشى بينهم وهم عارفين انه انا ضدهم؟ وينها؟ وين تريسر ماب؟ ما شفت تريسر ماب غريبة، يمكن كانت في السفينة. المهمة تقول إغراق نقلة الشركة التجارية الهولندية اللي هي قبل شيء. ما أدري، قال ألعب عشان كذا ما أكتب الأمور. طيبة أخوي، لو داخل من فترة، مع أنا كنت مشغول اليوم صراحة، لو كنت ما مشغول كان بنلعب مع بعض. عندي مهمة بعد تحطيم 23 باقي لي، يعني تحطيم 23. ما جبت الذخيرة، هذا نوبي مستيك. ليش طلقت 4 طلقات بس؟ ما قبت الهاون
هيو ما قلت الهاون بس كان عندي هاون ليش ما أعطوني إياه؟ يجب قراءة المخطط في كينكن في شحنتك المعرفة المزيد من الأسلحة. مخطط من كينكن سوي القراءة. المخزون المتالي في مدينة الموتى. نرجع لمدينة الموتى. طبعا زين ان ارجع عشان اخذ الاسلحة او المنجنيق. ليش انا ما هذا الهاون انا جايب الصواريخ صح. بنرجع الصواريخ ناخذ الرماح والهاون. ما اتوقع بتكون لكن المشن طويلة. وين واصل في الستوري؟ خلصتها ولا بعد؟ ولا بطيء مثلي؟ لأنها هي ما طويلة صراحة. بس أنا من بديت الاستحواذ مهام الاستحواذ شوية حطيت المهام على جنب وبديت استحوذ عشان أجمع العملة هذه الذهبية. وجمعت صراحة خلصتها. طيب لا تحرق علي شيء بس خبرني المهام. انت مشتري البريميوم ولا الستاندرد اديشن؟ واذا مشتري البريميوم هل المهام تكون على طول ولا يعطوك خيار انه هذا يعني يخبروك انه هذا المهام مال البريميوم؟ من اليوم بحثت وطلعوا لي اسماءهم المهمتين اللي ضافوهم في البريميوم بس ما اعرف عنهم شيء صراحه. اوكي طيب ما اظني بقالي كثير. اظني مهمة ومهمتين هذه ومهمتين بعدها اتوقع كذا على حسب اللي شفته. زين بعدين دافعت. كيف دم قوني؟ دمرناهم بس جالس اخذ ضرب كثير. نحاول كذا نراوغ. جالسين يدمجونه وحمال يغرقونه بعد. ضربات من مرة جالس اروح ضربات مباشرة تضرب لي. لما
دمرتها. نرجع لسفينتنا نشوف اذا كنا خارج لا جايه مره ثانيه. اوكي قدرت تنزل مع انهم معي. نشوف الصندوق نوصل فيه الرساله ولا وش نوصل. نسترد الاسلحه المهربه او اللي شليناها احنا من السفينه. وصلناها وتقريبا خلصت المهمه اللي قلنا بنخلصها الحين. هذا يبحث عن فرنس. يقبل عودة لرحمة. برجع لرحمة بس خلنا ناخذ هذه. رحمة بتعطيني مهمة غيرها. سلاح. اوكي اوريدي شايف انه المبيعات ما عنده شيء. عندك العرعر. الواح العرعر. او اوريدي انا صنعت التانك ولا مش بعدني ما صنعتها. خلنا نشوف ونشوف افق ثاني افضل. نرجع لرحمة وننهي الفيديو على النهاية هذه. نشوف اول شيء رحمة وش تقول بعدين راح انهي الفيديو. نسيت حتى مرة ثانية أضيف الرماح والمدفعية والصواريخ. وش هالصفير اللي موجود في الجزيرة يا أخي؟ مزعج مرة بطريقة. أوكي مرة ثانية أسلحة الليل. يجب العودة إلى رحمة ومعك أسلحة مهربة. عادي اوريدي عندي. I'm not familiar with gratitude, but I assume this strange sensation I have now is that baby thing. My officers will have a drink on your behalf tonight. I pay. They bet you'd return. I bet you'd sink. Excuse our little game. I lost a few coins, but I won a valuable lesson. You're either as remarkable as they say, or Van Kinkel is losing his touch. Fine, I'll admit it. You might just be the villain we were looking for all along. The shipment you collected was only branded contraband because the DMC didn't profit from it. Those weapons mean power to me and a small fortune to you. But I know the DMC. They will not surrender this route so easily. And I won't tire of the sight of cannonballs, so keep them coming, Captain. حسنا عطتنا 1250 خلصنا الزعماء عطتنا فلوس عطتني طاولة ما شفتها ايش فيها. اوكي 1750 اتوقع هي الاخيرة خلال العاصفة. تعطيني صاروخ ضعيف ثرمايت ضعيف. تعطيني ملابس تعطيني ما ادري وش هذا اظن ما ادري ملابس يعني. المفروض ما اسوي قبول بس سويت قبول. They killed Chinese merchants who came to sell their new invention. One way to strike a deal. Van Kinkel intends to use it to turn every pirate into ashes. He's even boasting about his plans. Except the dead tricked him. Their cargo is hidden. Van Kinkel and the DMC know where to find it. Van Kinkel هذا أظن قال لي حاربته وصراحة سفينته دمرتني. ينبغي أن نقتل فان كينكل قبل أن يقتلنا. طبعاً أريد أن أنتقم منه. But first we must take from him everything he holds dear. I want him to hope and then to fear. The Unbound have sailed already. They will hold the DMC off until you arrive there and steal it from under their noses. I am not lost anymore, Captain. They want to call me a pirate, a rebel. A threat to the Empire. I will instead
الأصوات كأنها يعني واضح أنها تمثيل غريب. العادة أنك لما تسمع الأصوات الأوريجينال في اللعبة تكون أصوات أكثر إتقان، ما تكون مركبة كذا. نفس السرقة التجارية. أروح أخلصها ولا لا؟ لا نخليها للمهشن هذا اللي بكرة. هنا تكون نهاية المقطع. أتمنى أنكم ضغطوا زر سبسكرايب و لايك وتوصلون لل 400 متابع أول شيء، وبعدين لل 450 متابع. والسلام عليكم.